بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكلمكم عن شوية حاجات كنا لمحنا عليها المرة اللي فاتت، في لما كنا اتكلمنا عن السنتكس وإزاي بنكتبه وإيه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها وإزاي بني أو طريقة كتابة الملف الـ XML إزاي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجات كنا اتكلمنا فيهم المرة اللي فاتت، أو عدينا عنهم هنت صغير كده عن الـ Elements والـ Attributes. فهبدأ معاكم دلوقتي إن شاء الله عن الـ Elements. هنعرف ان ايه هو الاليمنت. زي ما قلت المره اللي فاتت، الاليمنت ده هو التاج، والتاج بما يحمله من جوه اي حاجه جوه التاجه دي، فهو ده يعتبر اليمنت على بعضه. لو عندنا مثلا مبدا من مبادئ الاوبجكت اورينتد، في عندنا اوبجكت مثلا جوه اوبجكت تاني، يعني اوبجكت جوه اوبجكت، فالاوبجكت اللي جوه ده يعتبر اوبجكت قائم بذاته، وفي نفس الوقت برضه اوبجكت كبير بما يضم اللي جواه، ده الاوبجكت برضه. فالـ XML هنا بيسهلها، هنشوفها بطريقة سهلة شوية، اللي احنا هنشوف elements جوه elements. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت كده، قلنا ان في root element او elements كبير جواه مجموعة elements تحت، فهي ده الموضوع، او ده اللي اقصده بموضوع الـ elements. يعني الـ elements ممكن يحتوي على اكتر من elements جواه. عندنا ملف الـ XML، عندنا elements جوه، ممكن ان هو يبقى جواه اكتر من حاجه، زي ما اتكلمت المره اللي فاتت برضه ولمحت عليها، اللي هو ممكن يحتوي على element تاني، او ممكن يحتوي على attributes، او ممكن يحتوي على اللي هو text او مجموعه منهم مع بعض، او التلاتة مع بعض، اتنين واحد، زي ايه، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. بس دلوقتي في عايز اكلمكم عن حاجه كنت نسيت اكلمكم عنها المره اللي فاتت، هي نقطه كده في syntax، ان ال elements اللي عندي ممكن انها تحتوي على حروف. يعني بالنسبه لتسميه الاليمنت نفسه، او زي اللي انا اسم التاج نفسه لما اجي اكتبه، بيبقى مثلا في شويه حاجات كده لازم اخد بالي منها. لازم اخد بالي ان الاليمنت دوت بيحتوي، ممكن اكتبه ان هو حروف وارقام وكاركتر، بس ان هو ما يبداش بكاركتر اللي هي سبيشال كاركترز، عشان دي بتبقى يعني بيبقى عامله مشاكل شويه. يعني ما بداش الاسم الاليمنت سبيشال كاركتر، وكمان نبدأهوش باسم XML، يعني كلمة XML نفسها مبدأهاش بيها، زي ما هوريكم دلوقتي ان شاء الله. يعني لو شفنا دلوقتي في حاجة تانية مثلا، اللي هو ممكن يعني الاسم مش ياخد مسافات، ما ينفعش اكتب اسم وبعدين مسافة وبعدين اسم، يعني كمل، ما ينفعش ياخد مسافات يعني. فهنشوف دلوقتي ازاي ايه الـ elements، وايه الـ elements بالـ attributes، وايه الـ elements بالـ text وكده، والميكسد ما بينهم. فهشوف مثلا اكزامبل كده، مثلا قلنا زي المرة اللي فاتت، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا مثلا element زي library مثلا، ده element لو اعتبرنا ده الروت element بتاعنا. ال library دي فيها جواه شوية ايه، شوية من البوكس، فيها شوية بوكس. لو قلنا أول حاجة مثلا book 1 اللي هو البوك، والبوك ده بيبقى فيه مجموعة attributes وكده، وفي عندنا مثلا ايه book كمان، بوك تاني. عايزين نشوف ايه مثلا element زي element اللي اسمه بوك ده، ايه الخصائص بتاعته، او ايه الاتريبيوتس، او ممكن يشيل elements ايه جواه. وهنشوف دلوقتي مثلا حاجة زي البوك مثلا، عندنا لو شفنا الاتريبيوت اللي ممكن ياخدها جوه، ممكن ياخد مثلا اتريبيوت اسمه البوك نيم، او النيم مثلا equal اي اسم كتاب، اي اسم كتاب. في ممكن مثلا ياخد element تاني تاريخ النشر او الديت بتاعه، لو قلنا ده ديت مثلا، ممكن اكتب هنا الديت. في عندنا حاجة تانية مثلا اللي البوك دوت في مثلا description عليه شوية، ممكن هنا اكتب هنا description، اي description عن البوك دوت. في عندنا ممكن اخد مثلا التايتل او الاوثر مثلا، لو اعتبرنا ده مثلا ايه تايتل اهو element كمان، تايتل مثلا ايه اي حاجه، في مثلا الاوفر، في اي حاجه انا عايزها بقى. دلوقتي لو شفنا الاليمنت الكبير بتاعنا اللي هو اسمه بوك، اللي هو دوت البوك دوت بيحتوي على ايه، في عندنا مثلا ادي اتريبيوت زي النيم، تكست مثلا زي الكلام دوت، في عندنا حاجه مثلا تانية زي اللي هو اليمنت تاني جواه زي الديت والتايتل، ده يعتبر ايه ميكسد ما بين الايه، يعني element mixed، يعني في مجموعة elements جواه، وكمان بيحتوي على names، على attributes، بيحتوي على text.
ولا زي الحاجات اللي احنا ممكن نتلاشاها او ما نعملهاش في ال واحنا بنسمي الاليمنتس بتاعنا، اللي هو مثلا ما يبداش بسبيشال كاركتر، ما يجيش مثلا هنا اعمل له كده هاش ده هاش بوك. يعني ايه هاش بوك؟ شفنا احنا حتى هنا في البراوزر ما ينفعش يبدا بسبيشال كاركتر. حاجه مثلا لو مثلا زي هاش بقى ات دولار ساين بيرسنت اي حاجه من دي، ما اقدرش ان انا ابدا بيها في الاليمنت. كمان عندنا ما ينفعش ابدا بيها بكلمه مثلا اكس ام ال، هشوفها برضو في البراوزر ما ينفعش ابدا باكس ام ال. حتى كمان ما ينفعش ان انا اعملها كده واحده كابيتال واحده سمول او اكس ام ال كده، هي برضه هيعترض معايا. ما ينفعش لو مثلا ايه، لو قلنا ما ينفعش برضه كمان ان انا اعمل فيها مسافه، لو قلنا مثلا بوك والمسافه كده ما ينفعش ان انا ايه اعملها كمسافه. كمان لازم دي يعتبرها، ده بيعتبرها كاتريبيوت. فبيقول لك هنا ايه، لو شفنا تحت هنا الايرور اللي طالع بيقول لك اكسبكتد ايكوال. يعني ايه اكسبكتد ايكوال؟ يعني مستوي مني قيمه للاتريبيوت ده، هو بيعتبر ال اتش اتش دي كانها اتريبيوت، فما ينفعش احط فيها مسافه. في عندنا حاجات يعني ممكن احنا نستخدمها عشان نخلي الاليمنت بتاعنا مظبوط، نخلي الاليمنت بقدر الامكان او اسم الاليمنت بقدر الامكان قصير ويكون حاجه معبره. مثلا بوك مثلا ايه، لو قلنا مثلا عيله مثلا هنقول مثلا ايه فيرست نيم ولاست نيم. وفي كمان ممكن نستخدم الاندر سكور، بس يا ريت نبعد عن الداش والدوت والاقواس والحاجات اللي هي سبيشال كاركترز دي. في حاجه مهمه في ال XML، ان انا في يعني نقطه حاجه كده يعني بره تسميه الاليمنت وكده، الحاجه دي يعني انا عندي ملف XML انا بعتمد عليه في ابلكيشن معين. الابلكيشن دوت لو انا في يعني في اي وقت حبيت ان انا اعدل فيه او اعدل في XML في ملف XML اللي هو بيعتمد عليه، ممكن اعدل فيه بسهوله جدا، وفي نفس الوقت الابلكيشن بتاعي مش هيضرب. ليه؟ لان الابلكيشن بيقرا مثلا اليمنتس اليمنت، يعني مثلا بيقرا مثلا البوك دوت والبوك، جيت انا هنا جوه البوك دوت وقمت جاي مثلا حاطط ان هو اوثر اوثر او اي حاجه مثلا، وجيت هنا ايه اسمه اهوت. فانا دلوقتي في الوقت دوت هو يعني لو بيقرا الديت والتايتل هيفضل على طول بيقرا الديت والتايتل، لانه مش هيحس باي حاجه. حتى لما الاوثر ده اتضاف هو مش هيشوف او مش هي يعني مش هيتاثر بيه غير لما انا اعرفه له. بس الابليكيشن بتاعي مش هيضرب او مش هيقف، عشان ايه؟ هو بيعتمد على مثلا حاجات جوه الاكس ام ال، فالابليكيشن بتاعي مش هيضرب ويبقى شغال تمام مفيش فيه اي حاجه. دلوقتي هتكلم معاكم عن الاتريبيوت. الاتريبيوت دي هي ايه؟ يعني ممكن نعتبر كده الاتريبيوت هي الحاجه اللي بتوصف الاليمنت بتاعي. يعني انا عندي اليمنت وعايز حاجه توصفه، فانا بستخدم الاتريبيوت دي عشان اوصف بيها الاليمنت. يعني بتديني شويه انفورميشن او شويه داتا عن ايه، عن الاليمنت بتاعي. زي ما قلنا قبل كده الاتريبيوت بتاعنا لازم يكون كوتد زي كده، ما ينفعش ان انا اعمل الاليمنت زي الاتريبيوت زي ما كنت كده في ال HTML اللي ممكن اعمله الفاليو بتاعته من غير كودد. لا، هنا لازم اعمله كودد زي ما قلت لكم قبل كده. طب لو انا عندي مثلا اسم فيه اصلا كودد، يعني عندي مثلا ايه اكتب كده اي حاجه، لو انا عندي مثلا احمد وبعدين كودد كده وهكتب مثلا ايه محمد، عشان استخدم دي يعني دلوقتي ممكن استخدم لها طريقتين. عشان احط كوتد في النص لازم لها طريقتين، لازم ممكن استخدم هنا سنجل كوتيشن في الاول، اللي هو عارفين انتوا مبدا سنجل كوتيشن ودبل كوتيشن، لما اكون جوه سنجل خد بره خد بره دبل، ولما اكون بره دبل خد جوه سنجل وكده يعني. وممكن استخدم مثلا زي ما قلنا اللي فاتت اللي هي الانتيتي ريفرنس، اللي هي مثلا هي شيفت اد كوتد يا شيفت اند اللي احنا كنا قلنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي الكوتيشن كده. وكمان واحدة هنشوفها انا دلوقتي في البريفيو في البراوزر، هتعمل لي كل اللي انا عايزه. ده الكوتيد برضو اللي انا كنت عايزها، وجواها اكتب اي كلام انا عايزه برضو. هشوفها دلوقتي في البراوزر اهي، عملت لي الدبل كوت الدبل كوت بتاعتي زي ما قلنا فاتت في الانتر ريفرنس. او ممكن نستخدم لو مبدا اللي هو السنجل كوت والدبل كوت. في عندنا حاجه تانية اللي هو الانت
اللي انا ممكن استخدم الانت الاتريبيوت بتاعي دوت كاليمنت، او ممكن اقلب الاتريبيوت كاليمنت. فدي حاجه بالنسبه لي انا يعني، اللي يريحك. عايز تحطه كاتريبيوت تحطه، وعايز تحطه كاليمنت تحطه، فاللي يريحك انت ممكن تعمل بيه. بس الافضل ان احنا ممكن نعمله اليمنت احسن. لو قلنا مثلا النيم ده وجينا نحوله كاليمنت، فنيجي هنا ونجي فاتحين تاج نيم ومتاجه وسمينها نيم، ومسمين نفس الاسم اللي احنا عايزينه بقى تاجه. دي احسن واسهل في الفهم، وبتريح يعني اللي هيقرا يبقى فاهم. يعني في شويه حاجات كده هي بت يعني ايه، بنحاول نبعد عن الاتريبيوتس عشانها، ان ممكن الاتريبيوت دوت ما يقدرش يشيل اكتر من قيمه. انا عندي مثلا الاليمنت دوت اللي هو النيم دوت مثلا، ممكن ياخد تكست اهو، ممكن جواه افتح اليمنت تاني، افتح اي اليمنت تاني مثلا النيم مثلا، عدد الكاركتر يبقى كاركتر كاونت مثلا ايكوال كاركتر كاونت، قلنا ما ينفعش في مسافة كاونت مثلا، هو نقول مثلا 10. بقى عندي دلوقتي اهو تاجة النيم، جواه في تاجة تانية اسمها اليمنت، بقى خد اكتر من قيمة، خد مثلا الجي اس دي، وفي نفس الوقت خد ايه الكاركتر كاونت 10. في عندنا مشكلة تانية في الاتريبيوت، اللي هو ما اقدرش اعمل منه تريل. انا لو عندي اتريبيوت مثلا زي دوت مثلا هنا اتريبيوت باي اسم، او عندي مثلا اتريبيوت هنا زي بيج كاونت يكون مثلا 100، ما اقدرش اجي هنا واعمل منه تري. هعمل منه تري ازاي؟ التري هنا حاجة زي مثلا زي دي، البوك مثلا جواه اكتر من اليمنتس واكتر من اتريبيوتس، جوه اكتر من اليمنت والاليمنت جواه اكتر من اليمنت زي دي مثلا، ما اقدرش اعمل كده في قلب الاتريبيوت. وكمان ما اقدرش اعمل له اكستند، يعني ما اقدرش ازوده مثلا، او زي ما بعمل في الاليمنتس. ما ينفعش ان انا جاي مثلا بيج كاونت واجي اعمل بيج كاونت تاني وازود، لان انا ممكن اعمل هنا بوك اهوت جواه كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن اعمل جواه كمان ازود جواه اي حاجه تانية عايز اعمل لها اكستند. بس في ميزه فيه حلوه مثلا، زي ان انا ممكن استخدمه كميتا داتا، فده بيسهل لي حاجات كتير. فمثلا زي اللي انا لو عايز افرق ما بين البوك دوت والبوك اللي تحته، ممكن مثلا اديله اتريبيوت اسمه اي دي ايكوال مثلا ده واحد، وهنا مثلا في البوك التاني هنا اقوم جاي مثلا مديله اي دي ايكوال مثلا 2. سهلت عليا اللي انا اقدر اوصل لهم اسرع، واقدر اوصل لهم احسن. ويعني كده اديتكم بريف سريع كده عن الاليمنتس والاتريبيوت، وان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن حاجه اسمها النيم سبيسنج، وكمان هنبدا يعني هديكم كده مقدمه عن الدي تي تي والسكيماز، وازاي اللي انا بفاليديت الاكس ام ال بتاعي، وازاي ببرصه او بديله استراكشر معين يمشي عليه عشان يبقى طالع ويل فورمد اكس ام ال. اشكركم، وان شاء الله نتقابل المره الجايه.